ايه هي نايمه كده ليه يا لا يا رمزي؟ النهارده مفيش ولا زبون. مش عارف يا دوله. بقول لك يا دوله، لما تيجي نجيب سكرتيره حسنه المظهر ونقعدها يمكن تشد زبون ولا حاجه. والله يا فكره كويسه، بس في الحاله دي انت مش هيبقى لك اكل عيش. ليه يا دوله بس يا عم؟ ما انا هبقى جوه مش شغال زي ما انا عادي، وهي بقى نجيب لها مكتب صغنطط كده نقعده بره على البازار عشان تشد الزباين. وممكن برضو نلبسها مايو فرعوني منقط عشان تشدهم قوي بقى. تصدق يا دوله، خدتها من على لساني، خدتها من على لساني. مش عايزها يا عم، خدها على لسانك تاني. مش عايزها يعني؟ موافق. بس في زباين جم بقى، سيبهم لي بقى. فرصتي. حضرتك دي الحيطه، التماثيل اهي. يبقى اكيد حضرتك عايز بقى ورق برد، صح؟ حضرتك تحبه مسطر ولا مربعات؟ ولا انت مش عارف تكلم مع الزباين. قال لك عايز ايه؟ عايز هشت باين. هشت ايه؟ بس سيبنا نتزعل. صباح الخير. حضرتك مش دي كل البضاعه اللي عندنا؟ يعني احنا عندنا بضاعه تانية موجوده في المخزن للزباين المميزين. مين فيكم صاحب البازار؟ ايه هتقول انا؟ مين فيكم ايه حضرتك؟ يعني باين في شرق فاسع بيني وبينه. يعني انا عايز اجر البازار. تاجره ازاي حضرتك اذا كنت انا اصلا ما اجره؟ لا انا مش عايزه شقه مفروشه، انت فهمت غلط وركز معايا. انا عايز اجره لمده يوم. يوم واحد؟ متهيألي حضرتك مش هتلحق تربي زباين. يا دوله ممكن يجي بزبونه يا عم. حضرتك يعني تليفون يا باشا. الو، ايوه انا سيد سبيلبرج. يا ابني ده ما بيتكلمش، مش ده اللي بيتكلم. اتفضل يا باشا. ايوه سيد سبيلبرج المخرج معاك. ايه بتقول؟ ايه احمد السقا اعتذر؟ عارف ان الفيلم من اخراجي انا سيد سبيلبرج واعتذر يا استاذ؟ قلت له سيد سبيلبرج. شفت احمد السقا اعتذر عن الفيلم، فاهم ان انا ستيفن سبيلبرج المخرج بتاع حواري هوليود في امريكا، بوظ لي 9 افلام لغايه دلوقتي. يا استاذ قول له سيد سبيلبرج بتاع نزله السمان. ايوه يا حبيبي، ايوه انا ما بلعبش، انا عالمي، انا اكشن. انتهى. كات. حضرتك على كده بقى مخرج؟ انت ايه عايش بره التاريخ؟ ابقى تقل بقى دول عشان بره التاريخ ساقع. ها انا واعوذ بالله من كلمه انا 100 سنه سينما. كل سنه وحضرتك طيب يا استاذ. ده تاريخي الفني مش عمري يا استاذ. في حاجه. ايوه ازاز. في حاجه في الحته فوق. حضرتك ازاز. حضرتك انت فاكر ان انا يعني مش مثقف فنيا؟ ده انا عندي معلومات جامده جدا وبعرف المخرج من اول ما اشوفه. دايما يبقى لابس البدله بالشماعه كده. شماعه؟ لا مفيش. اتفضل حضرتك. اتفضل حضرتك. الحقيقه انا مش جاي علشان اقعد، انا جاي التقط بعض المناظر من البازار علشان ادخلها بعد المونتاج جوه الفيلم الجديد بتاعي. حضرتك فيلم ايه؟ والله هو سافر. طب وانا مالي؟ فيلم اسمه والله هو سافر. طب وانا طب ايه علاقه هو سافر بنا مالي بالبازار يعني؟ هي دي الحبكه الدراميه يا استاذ. والله هو سافر، البطل عندي اخذ بعض التماثيل الاثريه حطها في شنطه وسافر وهرب من المطار. لما راح المطار التاني ظبطوه عشان يرجعوه المطار بتاعنا. انا قلت انا كمخرج هتلخبط بين المطارين. انا مالي؟ وانا ما بحبش حد يناقش. حضرتك ممثل؟ لا حضرتك انا جمهور. خلاص اتكلم بعد الفيلم ما ينزل، انا ياما بتشتم النقاد. خلاص هاجي اصور بكره. طب ما بلاش بكره، يا ريت حضرتك تخليها بعد بكره عشان انضف لك البازار بقى واوضبه. لا انا عايز البازار زي ما هو، بترابه، بعبقه، بكزرته، بوسخته. بيكو. انا مخرج درتي. لا ما واضح يا استاذ. حضرتك واضح بما ان انت واقعي يعني وديرتي، هسيب لك البازار زي ما هو كده. ولا يا رمزي؟ نعم. انت مش هتبيت هنا النهارده؟ يا دولة. يبقى زي ما هو بقذرته. <تصفيق>
هو انت جالك صفقة تماثيل في البازار ولا ايه؟ صفقة تماثيل ايه؟ انا بس بختار تماثيل مميزة عشان تشرفني في البازار. يا سلام، دي فكرة هايلة. اقولك على حاجة بقى، انت لو عايز فعلا تعمل تسويق للتماثيل دي، فانت ممكن تستخدم التقنيات الحديثة في التصوير والنت، بان انت تاخد زوايا بؤرية ليها من ابعاد مختلفة. بؤرية ايه وابعاد ايه؟ انا الموضوع ابسط من كده بكتير. في ناس جايين يصوروا فيلم عندي في البازار يعني، وان شاء الله ان شاء الله انا حاسس ان البازار هياخد جايزة في مهرجان كان. جايزة في مهرجان كان؟ البازار؟ طبعا. وابقى بقى ايه؟ بازار عالمي، وكل المخرجين والمنتجين ييجوا بقى يتعاملوا معايا، لان انا معروف وبيدفعوا جامد. والناس دي على فكره عادل، انا اسمع ان الاجور العالميه وصلت لحد 2 مليون. ما انا طبعا مش هقبل اقل من كده يعني، وخصوصا ان انا بعمل فيلم مع سيد سبيلبرج. ده عارفه ده اللي اخرج الفيلم بتاع اوعى رجلك لو سمحت، عشان عايز اعدي والنبي. انا مش عايز صوت في البلاتوه، عايز تركيز وانا بكرك. 5 4 3 2 1 اكشن. يرحمكم الله. مين الحيوان اللي كان هو ده؟ ايه دول؟ وبعدين هو دلوقتي بيصور الهواء، مين اللي قدامه اصلا؟ انت مالك؟ انت بتفهم في الفن؟ لا، يبقى ما تتدخلش. خلاص انا مش عايز مشاكل ومش عايز خناق، اما اجي اصور ما حدش يتكلم. انا بحسبك بتعطس. تركيز تركيز. مش عايز صوت في البلاتوز. 5 4 3 2 1 اكشن. يرحمكم الله. يا جدع انت مش هتوتر ده، انت هتوتر الممثلين. هما فين الممثلين؟ مش شايف حد حضرتك. هما فين الممثلين؟ مش دي حاجات تافهه عبره يعني، ما تهمنيش. صحيح، حضرتك هتركز في ايه ولا في ايه؟ انت كفنان طبعا مسؤولياتك كتير ما شاء الله. خلاص خلاص، انا هستعين بالانتاج. استاذ عبد الحميد انتاج. ايوه استاذ. ايه يا استاذ، فين منى زكي؟ في الطريق يا استاذ. خليها تيجي عن طريق الدائري. حاضر يا استاذ. لا 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 لا، دائري ايه؟ بلاش الدائري، الدائري هتقعد تلف 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 مش هتعرف توصل، لكن حضرتك لو جت خرمت من المحور هتوصل بسهوله قوي. انت كده فعلا، خليها تخرم من المحور عشان تيجي بسهوله. حاضر يا استاذ. بقول لك ايه، انا عايز 3 وجبات وازازتين ميه معدنيه وثلاث باكيت سجاير. حاضر يا استاذ. انا مش اي مخرج. من عينيا يا استاذ. اتفضل اخويا. اتفضل حبيبي. نركز مع بعضينا كده بقى. اتفضل نركز مع بعضينا. الو، تليفون يا استاذ. ما تجيش التليفونات لو انا بخرج. معلش يا استاذ. الو، ايه احمد السقا مصر على الاعتذار؟ لا، ما هو عاوز يعجزني، انا عارف ده موقف وانا هعجزه بقى. يرجع ال 20 جنيه العربون. يرجع وينسى العالميه. واتصل بكريم عبد العزيز، خليه على الويتنج على طول كده. اتفضل. يعتذر قال. يا استاذ سبيلبرج معلش، يعني الاستاذ احمد السقا ده ابن حلال والله، ده حبيبي. انت تعرفه؟ يا نهار اسود، ده عز المعرفه. ابن خالته، واخد بال حضرتك؟ يبقى صاحب ابن عمه مراتي. وبعدين يعني حضرتك بلاش حكايه قطع العيش دي، يعني عايز تغسل له اغسل له. لا يغسل له ايه؟ افرض حصان. احمد السقا هيصرف منين على الحصان اللي عنده؟ هو عنده حصان. الو، استاذ كريم عبد العزيز. يا استاذ كريم عبد العزيز. ايوه استاذ كريم عبد العزيز. والله الو. ايوه كراميلا، انا سيد سبيرج. لا، الدور المره دي مختلف تماما. بائع اثار متجول، بشنطه كده زي اللي بيمشي في اسكندريه على القهاوي. ومطارد، يعني مطارد، فيه مطاردات كتير جدا في الفيلم. يا استاذ كريم. استاذ كريم حضرتك ده دور، ده دور جديد على حضرتك خالص، وانا بحب حضرتك خالص، وشفت الافلام بتاعتك كلها، اللي هو بتاع حراميه في تايلاند كي جي 2 دي، وام علي اللي هي كان عليها زبيب. ايوه استاذ كريم، مين اللي بيقول لك ام علي اللي عليها زبيب؟ ده كومبارس متكلم معايا. استاذ ممكن تسلم على الاستاذ؟ يا جدع يا جدع. ازيك يا استاذ كريم، انا بحبك وعايز اتصور جنبك. عايز اتصور جنبك يا استاذ. ايوه يا استاذ كريم، مين اللي عايز يتصور معاك؟ ده كومبارس صامت. غصب عني، ده هم بيشدوا مني التليفون وانا واقف. ايوه، اصل الدور حلو قوي. ايه؟ قفل السكه في وشي. بس انا مش هيأس، انا هجيب ممثل عالمي امريكاني. اتصلوا لي بسليمان عيد. سليمان عيد؟ ايه حضرتك اللي خليك تجيب ممثل من جنوب افريقيا؟ وبعدين حضرتك يعني ده مش عضو نقابه، البطل اللي هنا حضرتك لازم يبقى مصري، ولازم يكون رضع من نيل مصر، ومشي في شوارعها، وشرب من نيلها، وركب تكاتكها. ايه الوش ده؟
ده وش القفص. انت ما فكرتش تمثل قبل كده؟ انا فكرت يا استاذ. انت عمرك فكرت؟ انت عمرك فكرت؟ نفسي. خلاص اسكت خالص حضرتك. يعني انا صراحه ما فكرتش، يعني بس يعني من زمان كان نفسي امثل من تاني اعدادي. حلو قوي، اعمل لي اي مشهد كده عشان انا شايف فيك حاجه كويسه كده. حاضر امثل لحضرتك. اقول اكشن مثل. حاضر. اوعى اوعى يا ابني. اتفضل. اي مشهد بسرعه كده. حاضر. اكشن. انا همثل لحضرتك مشهد اللي هو واحد عنده مساعد. مش عايزك تحكي يا حبيبي، انا عايزك تمثل وانا اللي اقول، يعني انت خش على طول في التمثيل. حاضر. اكشن. هو بقى عنده مساعد غبي قوي. مش عايزك تحكي، خش على طول في المشهد. اكشن. طب هو ممكن يعمل دور الغبي؟ ايوه ماشي ماشي. بس ايه، ما تعملش دور غبي، يعني ما تمثلش، يعني خليك بطبيعتك. ماشي. اكشن. حاضر. ولا فين انت ايه، انت كسرت التماثيل ولا ايه؟ ايوه يا بطل. طب انت ايه، التماثيل اتكسرت، يعني يبقى انت كده هتبقى مخصوم منك، هخصم منك فلوس كتير جدا. يلا يا رمزي يلا. انا تحتك، انا تحت امرك يا بطل يا نجم. خلاص خلاص، بص سروس كده اهو. سروس. حاضر. وروح بقى دلوقتي غور من تعالى كده، ما تبقاش على اكسل. غور من البازار دون بسرعه. لا بسرعه، ما تدوس على المخرج. يلا يا ابني، يا ابني حاسف. و ها بسرعه. طيب مش ممكن. وشك وشك فيه فوتوجينيه. فوتوجينيه. هايل، ربنا يخليك. انت بطل الفيلم الجديد بتاعي. انا البطل. يلا يا رمزي انا البطل. الو. ايه؟ الحق يا استاذ، حجز الاستوديو اتضرب، هنصور فين بكره؟ صدقني انا متشائم منك، كل ما تيجي معايا لازم الاوردر يتضرب. حظك سيء يا استاذ، الفيلم ده انا مش هعمله، انا هبدا فيلم جديد. سلام عليكم. يلا يا ابني شيل الكاميرا يا ابني. دوله دوله الحقوا بسرعه دوله. خليه يصور عندك في الشقه بدل ما اي حد من النجوم يعني يجيب له شقه ويصور فيها ويلطش البطوله. لا بطوله تتلطش مني، ده انا ما صدقت فرصتي جت لغايه عندي من غير ما اقصد. يا استاذ سبيلبرج. نعم. وحضرتك ايه، معزل ولا ايه؟ استاذ حاجاتنا بس. استاذ سبيلبرج حضرتك يعني ما تفركش ولا حاجه، ممكن تصور عندي في البيت. يا جماعه ساعدوني بقى يا جماعه، ده انتوا اهلي وعيلتي، يعني المفروض تقفوا جنبي. النهارده بدايه طريقي للنجوميه، والراجل المخرج والناس اللي جايين يعملوا الفيلم ده قالوا ان مفيش حد يبقى موجود في البيت. ساعدوني يا عادل والنبي، انا عايز اشوف منى زكي. وبعدين فيها ايه يعني، في ممثلين كتير قوي مراتاتهم بتروح لهم وهم بيصوروا. انا مش هخرج من هنا، مش هتحتح من على الكنبه دي. هنروح فين يا عادل طول النهار؟ يا ماما استحملوا يا ماما، دي حاجه بسيطه يعني. وبعدين عموما انا ممكن ادي كل واحده فيكم 20 جنيه يعني تشبرقوا نفسيكم. هات انا 10 جنيه ومش هخليك تشوف وشي خالص. 20 جنيه ايه يا ابني، ده انت كمان 5 دقايق هتبقى نجم النجوم. اللهم صل على النبي. كمان 5 دقايق لما ابقى نجم. انا دلوقتي ما بقتش نجم يا رانيا. يرضيكي كده يا رانيا؟ اقل من 40 جنيه مش هتزحزح من على الكنبه. يا ماما. طب ماما عقليهم انت يا ماما. كنت عقلتك انت. كل واحده تحط في ايدها 100 جنيه. 100 جنيه تستغلوا الموقف يعني. ماشي انا موافق، تعالوا بس هديكم الفلوس بقى وانتوا خارجين. يلا. ايه مفيش ثقه ولا ايه؟ مفيش ثقه. مفيش امانه. مفيش امانه. هات يا عم. اتفضلي ادي ال 100 جنيه اهم. وريني اهم. هات دوري. اتفضلي يا ماما ادي ال 100 جنيه. اتفضلي يا راني. عديهم كويس. بقول لك ايه يا عادل، امانه عليك، والنبي يا عادل ما تبص لمنى زكي. على الله بس هي ما تبصليش يعني. ايه عامل فيها امي يعني ولا ايه؟ انا عايز اخد 100 جنيه انا كمان ادول. يا 100 جنيه ايه؟ ما انت قدام عينك اهو 300 جنيه راحوا ليهم، و200 جنيه اديتهم لمجيده والنجلاء والياسمين، 500 جنيه في يوم واحد. بس كل دي مش اشكال، فلوس بقى اللي بحق وحقيقه هتيجي بعدين. عارف يالا يا رمزي؟ عارف بقى يالا انا بحلم بايه؟ بايه يا دوله؟ بحلم بقى ان انا ابقى نجم كبير، والاستاذ محمود سعد يستضيفني في البيت بيته ده. ها، وبعدين يقعد يقول لي اشرب العصير يا نجم، اشرب العصير. كنت من زمان وانا بتفرج على النجوم اللي بيستضيفهم وهم بيشربوا العصير كنت هموت على بق عصير. ان شاء الله يا دوله. هو البرنامج ده هيجي الساعه كام يا دوله؟
بس بقى يا رمزي ما تبوظليش الاحلام اللي انا فيها، وصوري بقى هتبقى ماليه الجرالين وتبقى ماليه المجلات، وصوري بقى كمان ايه على كوبري اكتوبر، كل كوبري اكتوبر مرشق صورتي بقى، مرشق صورتي صور كبيره مع النجم الجديد عادل سعيد. حلو برضو الاسم ده على فكره. حلو الاسم، انت اول مره تعرف اسمي. مع النجم عادل سعيد في فيلمه الجديد. الله، هو سافر. طب وانا مالي؟ التاريخ هيبتدي يتسطر. يلا تعالى عليك يا دنيا، ربنا يبارك لك ويكرمك يكرمك. ساعة بنرن الجرس يا اخي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا استاذ منور. اهلا وسهلا يا استاذ سبيلبرج. ايه راي حضرتك في الشقه بتاعتي؟ يعني حضرتك انا كله مظبوط زي ما حضرتك كنت طالب. مكان حلو قوي. في حد غيركم هنا؟ لا انا وهو بس. مش حضرتك قلت لي ماشي بقيه العيله؟ حلو قوي، عشان يبقى المكان فاضي واخد الشطات بمزاجي وعلى روقان. صح يا رجاله؟ صح يا باشا. ايه ده عصابه؟ ساعة الباشا. امال فين منى زكي؟ لا 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 لا، مالكش دعوه بالزملاء. فين منى زكي؟ فين فلان؟ ما احبش اي ممثل يبدا البدايه دي معايا. لا بكرك عبقري، ما احبش الجو ده. تخليك في شغلك ومشاهدك. حاضر. تحفظ المشهد اللي انت هتعمله. حاضر. فين المشهد؟ اهو يا فندم. يقول لك فين منى زكي، فين عمر الشريف، وما يجي يمثل يقف. اتفضل، ادي المشهد اهو. ان شاء الله هحفظ وكله تمام. اتفضل. ايه ده بس حضرتك؟ ده ايه ده؟ ده اربع صفحات. طب ممكن اقعد احفظهم على جنب مع نفسي كده جوه يعني مثلا؟ في الاوضه جوه؟ اه اتفضل. ممكن اخش اسمع له؟ اتفضل يا سيدي. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه انت هتسرق الكاميرا من اولها؟ هي كده بدات، هي الممثلين كده يسرقوا الكاميرا. اتفضل. تسرق الكاميرا من اولها؟ امشي. ماسفين جدا يا استاذ، ربنا يخليك لينا. بقى دول، ها فرصتك يا عم وجات اهي، ما تضيعهاش بقى من ايدينا بقى. ما ضيعهاش من ايدينا. وانت مالك انت يا ابني؟ احنا ولود عم يا دول بقى. بص انا داخل على النجوميه، ما تفكرنيش ان انت ابن عمي بقى خالص. خلاص ركلس كده وخش بقى على المشهد. يلا. مشهد يا ابني ده عامله بصبع رجل المشهد ده. ربنا يوفقك يا رب. زوم ان على رجل امينه كده يا امينه يا خاله، بعد تعب كل السنين دي والشقة والغربة، جاية دلوقتي تقوليلي خلاص؟ أنا مش هسيبك، هقتلك 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 هقتلك. الله يا دولة، الله الله، والله يا ابني تاخد فيها فسكر. أنت مولود نجم يا دولة. بس دي يعني فيها دراما يعني يا دولة. افرض المخرج دلوقتي قال لك يعني اعمله مثلا رومانسي. رومانسي؟ دي لعبتي يا ابني الرومانسي. يلا بقى دولة. زوم إن على رجل أمينة كده يا أمينة يا خاينة، بعد تعب كل السنين دي جا دلوقتي تقوليلي خلاص؟ هقتلك 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 هقتلك. الله الله والله والله حبيتك يا دولة، حبيتك. هي دي الرومانسية، هي دي الرومانسية بقى. ولا تقولي بقى ولا هاني سلامة ولا أحمد عزت. احمد عز يا ابني، احمد عز ايه؟ ايه رايك؟ 100 100 دول وحافظ و100. افرض بقى دلوقتي المخرج يعني اتجنن في ودانه، ها، وقال لك اعمله مثلا كوميدي. كوميدي؟ ده لعبي انا اصلا كوميدي يا ابني. بص بقى. زوم ان على رجل امينه كده يا امينه يا ايه؟ يا ايه؟ يا خاينه، بعد تعب السنين دي يا تقولي لي خلاص؟ لا خلاص ايه؟ عارفه هعمل فيك ايه؟ هتعمل ايه يا اخويا؟ انت ايه عامل امينه؟ هتعمل ايه يا اخويا؟ والله ينفع كوميدي برضه يعني. هقتلك 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 هقتلك. الله الله عليك يا دولة، الله، هي دي الكوميديا. امال ايه يا ابني؟ كوميديا كوميديا بقى، لا تقول لي محمد سعد ولا محمد هندي ولا غيره. محمد هندي يا دولة، انت هتعرف اكتر مني، ده صاحبي. يلا. طيب يا دولة يعني معلش، يعني افرض يعني منى زكي معانا وبتاع، فاكيد هيبقى في مثلا استعراض ولا حاجه. استعراض؟ اه. ده لعبتي يا ابني الاستعراض. يا نهار ابيض، انا اصلا كنت في فرقه رضا، اتخانقت مع رضا بقى. المهم يعني الاستعراض. زوم ان على رجل امينه، زوم ان على رجل امينه، زوم ان على رجل امينه، زوم ان على رجل امينه.